يا مرحبا يا مرحبا يا مناع بيه. اهلا يا جابر. ها هتغدينا ايه النهارده؟ عايز الاكل المرانه يبقى طازه ولا اسيبك اروح مطعم ثاني؟ كل مره بتقول كده بس ما بيهونش عليك. طيب يا سيدي، اخبار الحمام المحشي ايه ورق العنب؟ ثواني وطلبك يكون جاهز. وبقيت احبب اغنوك ثاني. برضك اعتبريني يا ستي والد خالك ولا حتى اخوك وائل. خدي ودي شويه في الكلام وطول بالك يا بوي. انا كنت فاكر الصعايده بس اللي كده، طلعت انت وقر من الصعايده. على فكره انا صعيديه حضرتك، امي من بحري لكن ابوي صعيدي، وما يرضاش ان بنته تتعاكس في تليفونات زي المراهقين، واظن ده ما يرضيش سعادتك. هو مش سعادتك سعيدي برضك؟ يا ساتر اهدي امور وهب في وشي. يا ست اسمعيني، طب اقول لك انا اسف، النمره غلط. غلط ازاي يا فندم؟ اذا كان حضرتك عارفني وانا عارفاك وبقالنا نص ساعه بنتكلم على التليفون مع بعض. ما انا بحاول افهمك مش عارف. عموما اسمحي لي اكلمك بعد شويه لما تهدي. حضرتك انا في منتهى الهدوء، حضرتك اللي مش عارف توضح سبب المكالمه ايه؟ وبعدين انا سامع صوت اكل وشرب وناس، يعني حضرتك مش عارف تحترم خصوصيه اللي انت بتكلمها. الو مش سامع حاجه. ادي سمران، هو الخط انقطع ولا ايه؟ بس انا سامع حضرتك كويس. مع السلامه يا استاذ مناع. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. اسم الحب شافوا أسيا. اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجع إلا لغاية دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبية. انا عارف شغلي زي اللي منظم حياتي، ويريد تقوم دلوقتي، الحكومة حط عين عليا من ساعة ما اشتريت المزرعة. الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جدا، وكان لازم أجيلك عشان أعقلك أو أكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطرني اسدها. ثغره؟
قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقت. ويا ريت تعمل نفسك بتشبه عليا ولا حاجه. وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخربت وجاك زهرمر. ونسيت من هو مناع حسان الحويطي. الا لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي. انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان. وحيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبه علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر. رجبه اللي جاب ابوك. سددت نفسي. انا شايف ان كلام عم حسام معقول، وانا موافق على كل طلباتهم، حتى لو هبني لهم بيت جديده. والله تعال احضرنا يا كبير البندريه، لعلك وعيت وفقت. تعال قول رايك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسان طلع من ورطته قدام اهل النجع وورطنا احنا. طب وليه ما اتجوزت نسمة ومناع اتجوز زين اختي؟ كانك اتجنيت يا اما. عايز بنت حسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف اسرارنا وعيوبنا وتنقلها لاهلها وناسها. من اختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف اخبارهم وعيوبهم وتنقلها لاهلنا وناسنا. خلص، مناع كبير عليها واختك لسه صغيره. امال ليش شرطت انها تتجوز مناع؟ مش بكري ولد ناجي. عمك حب يحط العقده في المنشار زي ما بيقولوا. كان فاهم ان عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا. وما دام مناع زين، ليه ما اتجوزت اختي؟ اختك محجوزه الولد سعفان، وبعدين احنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيله. طب ما تسال اختي، ما يمكن توافق على مناع. تقعد يا هما، ما عندكش احساس عديم النخوه؟ عايز اختك تترمي في بط ولادهم؟ انت ايه، مش هيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمة هتترمي في باطي، وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك اختك الولد عمك. انا بفكر ارد عليهم واقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميله بنت سعدون اللي كان ابوها عشمان يجوزها لك. ياك كنت فاكر انهم هيوافقوا ان انا اتجوز نسمة قصاد ان مناع يتجوز جميله؟ طبعا مش هيوافقوا، لان حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمك صد زينة. وما دمت انا موافق وهما موافقين يبقى خلاص نتمم الجوازة. قلت لك زينة مربوطة بولدي. انت ياد ما هتفهمش. الاتفاق ده باطل من الاساس. وليه؟ افهمك ليه. اي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وانا كنت مؤنون. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده اساسا باطل. وتصغرني قدام اهل الناجح يا ولد ابوي. معلش يا اخوي، معلش. تحمل النبادي عشان نوصل لمرادنا. بعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته وانا وافقت عليه. معاك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجح. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمه خلاص؟ إذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون، إحنا ما بنطلعش بناتنا برا. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا برا ولا جوا. أنا طالع أنام، بلا جواز بلا خوته. هاملك أنا كبير وأروح أطمن على الرجالة وهم بيشاونوا الحشيش. بلاش يا جاب، بلاش تروح تجر شكلهم، تعرف. قالت حسان هي اللي بتوزن وتشوي. لا لا كبير، لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم. بالاذن يا كبير البندريه. يا ابوي. الو، مين اللي عم يتكلم؟ ده منزل الباشمهندس مناع حسان. ايوه، وانا السكرتير بتاعه الخصوصي.
انت مين وعايزاه في ايه؟ وانت مالك؟ ادهولي اكلمه. طب هو نايم وما اقدرش اصحيه غير لما يصحى هو بذات نفسيته لحسن طين عيشتي وعيشت ابوي. طب متشكره، هكلمه مره تانيه. طب اقول له مين اللي اتصلت ولا اقول له واحده وخلاص واسيبه هو يخمن؟ هو في ستات كتير بيكلموه ولا ايه؟ لا لا لا، ويمين الله انت اول حرمه هتتكلم هنا من سنين، وعشان كده هو هيستغرب وهيسالني ويقول لي مين اللي اتصل يا حصاوي. خلاص ما تقولش حاجه، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. احرق ابو اللي جابك، صوتك يصح الميتين. مين اللي كان بيتصل؟ واحده اتصلت وما قالتش اسمها وقالت لي ما اقولكش. هو انت هتسافر ولا ايه يا سمناع؟ ايوه رايح مرات بره، غيب كد اسبوع واجيب طلبيه عجول. عايزك تفتح عينك للمزرعه زين، واي حاجه تحصل في غيابي تبقى تبلغني لما عاود، فاهم؟ حاضر يا سمناع، تروح وتيجي بالف سلامه. وابقى روح للحلاق خليه يشيل الهباب اللي في وشك ده. اشيل شنب يا سمناع؟ هو ده شنبك؟ صدق طول العمر ده فاكره شعر مراخيرك. روح 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 اعمل لي شاي ولا حاجه. حاضر يا سمناع. يخرب بيتك بتتنفس ازاي منه ده؟ مين اللي اتصل؟ مين اللي اتصل؟ ها نمره غريبه. الو الو. ايوه مين؟ انا مناع حسان. اهلا اهلا باشمهندس مناع، وانت عرفت نمرتي منين؟ توفيق بيه. اصلي طلبت النمره وانا في البنك عشان اتابع حسابي واللازم منه. اهلا بيك. لا انا تحت امرك يا مناع بيه، انت تتصل في اي وقت. ربنا يخليك يا بيه، مع السلامه. مع السلامة. بإن البنت اتصلت من ورا أبوها. مين ده يا أبوي؟ ده مناع بيه المليونير إياه. جاب نمرة بيتنا كيف؟ وعاوز إيه؟ عندك أي فكرة؟ أنا؟ فكرتي؟ قصدك إيه يا أبوي؟ لا قصد ولا حاجة. مش فاهم. إيه ما أنتش فاهمه التوفيق؟ مين كان بيتكلم يا نورهان؟ عميله بيتكلم في مصلحة، مش عارفة أبوي مكبر الموضوع ليه. عن إذنكم أنا طالعة أنام. في الحاجات دي، أوكي؟ لو في أي حاجة أنا هنا. ألو مين معايا يا فندم؟ لا بلاش كده، ما تغيرش قواعد اللعب. عرفتك، انت مدرسة الالعاب بتاعت وائل. شوفي يا ابله، انا طول عمري جد وماليش في اللعب. هو اللعب عيب؟ بالعكس، اللي ما يعرفش يلعب ما يعرفش يعمل اي حاجه. عموما انا مبسوط انك اتكلمتي اخيرا، فتحت الحيطه السد اللي قفلتيها في وشي المكالمه الاولانيه. أولاً عايزة أشكرك إنك ما قلتش لبابا إني كلمتك. ثانياً أنا بعتذر عن قلة زوجي معاك لما كنت حضرتك بتكلمني يوم ما كنت في المطعم بتاكل. خلاص يا ستي صافي يا لبن. أصلاً يعني في كل سنين دراستي كنت ماشي جنب الحيط زي القطر، ما كانش عندي غير هدف واحد، أمسك الشهادة، عشان كده ما كنتش شايف حد من الزملاء ولا الزميلات، هتلاقي كلامي يعني مخلبط حبتين، بس قلبه ابيض زي الفل. لا ده باين خالص. اخيرا كلمه حلوه تبل الريق. والله انا مع عدوانية خالص، بس انا عذراء. عذراء؟ عذراء كيف يعني؟ ايه الكلام ده؟ عقلك راح فين؟ انا برج العذراء، يعني رومانسيه وواضحه ومباشره. طب ما تلفيني شويه رومانسيه من اللي عندك دي. أصل الوضوح المباشرة ما يجيبوش أي حاجة حلوة على البعد كده. أنت في القطر؟ هو أنت مسافر؟ عندي مشوار شغل كده، يومين وراجع على طول. هو حضرتك برج إيه؟ عمري ما فكرت في الموضوع ده، ورأيي إن الكلام ده ضحك على الدجون، بس يعني لو عايزاني أريحك، أنا مواليد 15/6. عميل رقم 15/6؟ برج الجوزاء ده برج صعب قوي. لا وحياة والدك، ما عايزة الأبراج تعمل لنا مشاكل. حتى الأبراج تعمل مشاكل، يمين بالله أضرب البرج قنبلة أجيب عليه وطي. على طول كده
ضرب وقنابل؟ مش قلنا شوية رومانسية؟ شوف يا بنت الناس، أنا من يوم ما شفتك حالي انقلبت. هو أنا كان ممكن أتصور إن اتبهدلك ده؟ ها؟ أنا طول عمري أي حاجة تحت سيطرتي، كل حاجة عندي أنتر كنترول، بس معرفش كيف كل ما أسمع صوتك أعصابي تسيب خالص. لا كده أنا مش كد الكلام ده. أيوة يا فندم، رقم الحساب زي ما قلته لحضرتك. طيب مع السلامة. مع السلامة حاجة فشها. يحرق أبو الحب وسنينه. صباح الخير يا فندم. ترى انت ايه اللي اخرك يا مناعة؟ ولد اخوي ده انت عمرك ما عملتها. دلوقتي يجي يا عم ناجي، ما تقلقش ربنا يجيب العاقب سليمة يا ولدي. ايوه يا اخي راجب عيني، اسمعني بسرعة، الشبكة ممكن تسقط ومش عارف اكلمك. ايوه جاهز، هنطلع بالجمال من الفجر وهنوصل على المغرب. عايزك تكون جاهز برجالتك والفلوس اللي اتفقنا عليها. ايوه يوو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 و
مش ناقص اللي والد عمك مناع ربنا يرد غيبته ويعاود بالسلامه ان شاء الله. زرع يا سنادي هنفضلوا مستنيين مناع لغايه متى؟ عاملين كيف البهايم اللي مستنيين حد يسوقها. اسمع يا همام، لو تعرف تعمل اللي بيعمله مناع صاحبك اتفضل اعمله من سكات، بس على الله ما تضيعش شقانا وتعبنا هضر طول السنه وترميه في يد الحكومه. ياكش فاكر ان مناع هو اللي بيوصلنا لبر الامان؟ لا يا كبير ناصر، بركه في الخواجه هو اللي بيخطط له طريقه. في عربيه جايه هناك ودعم يوصل يا ابوي. دعم يوصل هنزغبكم. اضرب يا ويل نار يا ويل. ودي هذا زرزور. ايه يا سي مناع، غطوا العربيه وخلي ده معاك. حاضر. مين الجاموسه والجاموسه اللي كان عم يضرب نار من غير لازمه؟ ايه معيش ينطق اخرسي. انا راس مناع ولا مر لي راس دياب. يحرق جابه اللي جاب ابوك. اسمع يا دياب،
قول ما انا مسؤول عن سلامتكم كلكم، ما احبش حد يدي اوامر غيري، واللي مش هيمشي تحت طاعي هقتله مهما يكون مين. كده مناع هدفعك تمن الحديد ده غالي قوي، ودلوك وقدام ناسك كلهم، يا اما الكل تحت طوعي واوامري، يا اما نقسم البضاعه وكل واحد يصرف نفسه. قلت ايه يا ريس دياب؟ ماشي يا مناع، هطاوعك المره دي بس هكون اخر مره. خير وبركه. ودلوك يا رجاله لازم تعرفوا ان في القبض علينا موت واعدام لينا كلنا وخراب للنجا، عشان كده لازم النهارده تسمعوا كلامي مره واحده في السنه لحد ما نصرف البضاعه ونرجع مجبورين بامر الله. تعهدون يا رجاله؟ الكل يجهز نفسه، هنطلع مع اول خيط نور وهيكون من طريق جديد عشان يبقى امان باذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ربنا يغنمك السلامة يا ولدي. يا اخي على كد مرارته على كد ما بيصلب الظهر ويخلي النفر مننا عافي عافي. يا راجل فوق بقى ايه، وانت عاد فيك ظهر ولا بطن؟ بطنه دي ولا مش بطنه؟ يا راجل اختشي، عيب عيب اختشي، غطي نفسك امال. مش انت اللي بتقول بطن دي وبصوره كمان؟ اختشي يا من داري. ايه في ايه؟ بقول لك ايه، هو دياب اخوك ما ناويش يجيبها البر؟ ما تسالوني انت، بتسالني ليه؟ قوم قوم روح على بيتك، مفيش منك رجع. يا ابوي يعني روح اعمل ايه؟ اقعد وسط الحريم والعيال. دياب خد الرجاله كلهم. طب قول لي دياب ناوي على ايه؟ ما دام بيعمل الاستعدادات دي كلها يبقى ناوي على نيه سودة. دياب قال لي ان النبادي لازم ياخد حقه مهما حصل. دام الطمع دخل قلبه يبقى ربنا يستر. الهمة شوية يا رجالة. الله، عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، بعدس يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، أنا شامي من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، أنا مأمن نفسي. المغارة دي ليها باب تاني في ظهر الجبل، محدش عارفه غيري، عامل حساب لأي خيانة. تمام، أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك أنا مش هكون معاك. إيه صاحبك أقرب لك من عمك أخبوه؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وأنا قلت لك إن الخواجة عمل معايا اتفاق هيحطنا أنا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من اول الزرعه الجديده. ما احنا متفقين من الزرعه اللي فاتت، وادينا صبرنا لغايه ما جه وقت الحساب الليله. شكلهم وهم ملمومين حوالين ديابك ده كانهم بيدبروا الحاجه عفشه، او كانهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. اه يا عمي، حقنا مضمون في النهايه. وبعدين انت قلقل ليه؟ كل اشياء الخواجه بين يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهايه، ولان قلبي حاسس انه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجه. ايوه بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع تعمل ايه عندك؟ سامح، حس عربيات جايه من بعيد،
بس لسه ما شايفش حاجة. كلم بالهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تأمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجة، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجاله نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى سعدور. ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا مفيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه كل الرجاله اللي تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيدة، حاسس ان فيه نصيبة هتحصل. ما تقولش كده، امال كفالة الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التصريف مع الخيانة
مناع ولد الكرايح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيلة. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 انفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم كيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيدة، ربنا يستر. يلا اعمل لكم امي يا رجالة، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خذوني معاكم يا ابوي انا قد اهو جدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجه بني بقى خطر علينا كلنا ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجاله ورا التبه، اوعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك وحنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. اتوكلوا على الله. وراي يا رجاله. فلوس دي ناقصه 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم ثمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعه تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجاله البندريه اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجاله معلش يا خواجه تزعلش من همام والد اخوي لسه صغير برضك. يلا يا رجاله همو. المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعه دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. مجموعه الجمال على التبه فوق. يلا يا رجاله والباقي يا جورايا. يلا يا هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشنجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجة. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين يا دي حنا صح يا رجاله. اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من سلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك، وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه زلالك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه بفلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. قول واحد
دم. اطلع بسرعة صارت على الناجع وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي. ما تخافش. اطمن. خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا. يلا بسرعه.